بكم من جديد. القائد العسكري الليبي خليفة حفتر يبحث مع روسيا مع كبار المسؤولين الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية وكذلك التعاون العسكري والسياسي. مباحثات تأتي في وقت تشهد به القارة السمراء تغيرات كثيرة لصالح روسيا على حساب الغرب وتحديدا فرنسا. إذن في أي سياق تأتي هذه المباحثات في هذه المرحلة وما انعكاس التطورات الأخيرة في القارة الإفريقية على مصير قوات فاغنر في ليبيا؟ لنتابع بعد قليل. ضيفي ينضم إلي من موسكو المحلل السياسي الأستاذ أندري أنتيكوف. أهلا بك أستاذ أندري معنا. كما ينضم إلي من أمستردام رئيس حزب الليبر الأستاذ فتحي بن خليفة. أهلا بكما ودعوني أن أبدأ هذا النقاش معك أستاذ فتحي. أستاذ فتحي، ما أهداف هذه الزيارة التي يقوم بها حفتر إلى روسيا وفي أي سياق تأتي برأيك؟ الزول شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد أن حفتر ذهب إلى عقر دار روسيا لكي يملي شروطه ويفاوضهم بمنطلق قوة بحكم انتصاراته المتكررة في جزات العسكرية وبطولاته في طرابلس. هذا إنسان مهزوم، إنسان لم يحقق أي شيء في تاريخه لا السياسي ولا العسكري. فماذا سيبحث فيه في موسكو؟ هل سيتلقى بعض الأوامر بعض التعليمات؟ بعيد كل البعد عن أنه سيقدم أي مشروع أو أي فكرة. هناك بعض المطالب التي سيطلبها لنفسه ولموقعه في الشرق، خصوصا في الأزمة الراهنة. وما هي هذه المطالب برأيك؟ المطالب هو تمكينه بشكل أو بآخر بأي شكل من الأشكال بأي واجهة سياسية يمكن أن يستمر في المشهد. حفتر الآن شعبيته في داخل المنطقة الشرقية أصبحت في الحديد، وتصرفاته في أزمة درنة زادت الطين بلة، استغلال المساعدات، ترقية أبنائه، وضع أبنائه في لجنة التعويضات. يعني الأمر يحب أن يستثمر في مأساة الشعب الليبي، يستثمر مش بس عن طريق الحروب وإنما حتى عن طريق الكوارث الطبيعية اللي ألمت بهذا الشعب. هناك مظاهرات ضد حفتر، هناك عدة مقالات، هناك عدة سوشيال ميديا أطراف تتحدث عن أن الرائحة العفنة، سامحين على التعبير، لهذه الشردمة ولهذه الكتائب المرتزقة اللي يسمي فيها جيش عربي أصبحت تزكم الأنوف. فحفتر حس بنوع من الربكة أو الاهتزاز تحت قدميه، لأنه كان يصور بأنه الرجل القوي في الشرق، ولكن أزمة درنة عرت الجميع سواء سياسيين أو عسكريين. فكما اعتدنا دائما يلجؤون إلى أطراف خارجية لكي يمكنونهم من شرعية داخلية، وهذا أمر محال، لأنه لو هذا صدق لكان صدق العهد السابق اللي سبق اللي قاعد يستنسخ في تجربته هو وأبنائه بالحرف الواحد. إذن حفتر ليس له ما يقدم، هناك مطالب، هناك رجاءات يطلب منها من 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 المكون المريض اللي هو المكون الروسي، اللي هو فعله ايضا يسيس ما هو عسكري ويعسكر ما هو سياسي، وهذه النقطه يلتقي فيها الطرفان. نعم، لنستمع الى وجهه النظر الروسيه مع الاستاذ اندري. استاذ اندري، ما هو الهدف الروسي من استقبال ومن هذه المباحثات التي يجريها جانب الروسي مع خليفه حفتر؟ اولا ليس سرا ان كان بعض المشاريع المشتركه بين الجيش الروسي والجيش الليبي، ولكن ما يلفت النظر ومبني حتى على صور التي أظهرت على شاشاتكم، من التقى حفتر في المطار هو نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكورف. يفكورف هو الشخص الذي قبل
قبل قليل خلال الفترة الأخيرة قام بزيارات العديدة إلى مختلف الدول الإفريقية. الدول الإفريقية التي قيل عنها أن كانت هناك تواجد لقوات فاغنر في تلك الدول، فيمكن أن نفترض أن ما بعد محاولة الانقلاب، محاولة التمرد عفوا في روسيا التي قامت به زعيم فاغنر السابق يفغيني بريغوجين، فيعني نحن نرى إعادة النظر للدولة الروسية على دور لقوات فاغنر ليس فقط في داخل روسيا، ليس فقط في أوكرانيا، بل كذلك في الدول الإفريقية. فلذلك هذه الزيارات ليونس بيك يفكوروف إلى الدول الإفريقية، وهذه زيارة وهو لحفتر قبل أيام لموسكو أيضا يجب أن على نشير نهضم. أستاذ أندري أنه قبل أيام من تحطم طائرة بريغوجين زار المسؤول الروسي ليبيا كذلك. صحيح، فلذلك يمكن أن نفترض بأن الأمر مرتبط قبل كل شيء بمسألة فاغنر، ويعني ليس سرا أن كذلك هناك جهود تبذلها روسيا لضم مقاتلي فاغنر إلى صفوف الجيش الرسمي. فلذلك من جديد أقول تتم حاليا إعادة النظر على دور فاغنر في مختلف أنحاء العالم، في داخل روسيا، في خارج روسيا. فطبعا هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق مع الأطراف الثالثة، بما في ذلك ليبيا، بما في ذلك حفتر. فعلى ما يبدو الهدف لهذه الزيارة هو تبادل الآراء حول دور قوات فاغنر في ليبيا، ويعني وهل برأيك تنسيق وارد إقامة أستاذ التنسيق. أندري، نعم في ظل ما تتحدث عنه عن هذا التنسيق، هل برأيك وارد إخراج هذه القوات، قوات فاغنر من ليبيا تحديدا؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك. من جديد أقول يعني حاليا هناك كثير من الجهود لضم قوات فاغنر إلى صفوف الجيش الروسي وإلى ما هنالك. فأنا أعتقد أن بس بدلا من تنسيق ما بين حفتر وبريغوجين، سيكون هناك تنسيق أقوى ما بين حفتر من جهة وما بين وزارة الدفاع من جهة الأخرى، أستاذ فتحي، وزارة هل الدفاع الروسية طبعا. نعم أستاذ فتحي، كيف تقرأ مصير أو تنظر إلى مصير قوات فاغنر في ليبيا؟ هل برأيك سيسعى حفتر في ظل كل هذه التغيرات التي حصلت مع فاغنر وربما انخراطها في الدفاع الروسي في هذه المرحلة إلى إخراج بالفعل هذه القوات من ليبيا؟ لا اعتقد هذا، انتم تعطوا لهذا الشخص اكثر من حجمه. اولا الاستاذ الكريم ذكر ان هناك تعاون بين الجيش الروسي والجيش الليبي، حفتر لا يمثل الجيش الليبي، هو يسمي نفسه قائد عام للجيش العربي الليبي، بمعنى جيش قومجي يملكه هو وابنائه على شكل كتائب القذافي في السابق. حفتر لا يملك سيطره على الجيش الليبي باي شكل من الاشكال، هو يملك سيطره على مجموعه من الكتائب، منها بعض المرتزقه، منها بعض السلفيين المتهمين بالإرهاب، منهم مجرمي حرب سواء على الصعيد المنطقة أو الصعيد الإقليمي. فبالتالي يعني استحالة أن نعتبر روسيا ترى في هذا النموذج أداة طينة، يعني لينة، طين لين لتشكيله كما تشاء، ولكن أن حفتر يملك من إمكانياته والأدوات أو حتى من الفكر ما يؤهله لأن يدخل في 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 نقاش أو في تفصيل استراتيجيات بعيدة المدى في ظل الأزمة الدولية الراهنة والحرب القائمة في أوكرانيا أو في الانقلابات الموجودة في أفريقيا، هذا أعتقد شيء من العبث. إذا كان نتكلم على حفتر، لا يمكن له أن يكون مفتاح يا أستاذ فتحي في ظل كل هذه التغيرات في القارة الإفريقية وفي ظل دخول بشكل واضح دخول روسيا في القارة السمراء، لا يمكن لحفتر أن يكون لاعب أساسي؟ ماذا يملك حفتر خارج بنغازي؟ ماذا يملك حفتر خارج الرجمة؟ هل له علاقات حتى على المستوى العسكري والانقلاب؟ هل له علاقات مع الانقلابيين في أفريقيا؟ هل لا يملك شيء حفتر؟ حفتر هذا عبارة عن عبث تاريخي أتت به الأيام وبشكل يعني تقليدي بائس، تقليدي غير، حتى فيش حتى ابتكار. حفتر من يؤثر عليه حفتر؟ حتى النظام السابق بكل ما أخذنا عليه القذافي كان له وزن وثقل في أفريقيا، سميها بالرشاوي، سميها بدعم الانقلابات، الحركات الإرهابية، ولكن كان له ثقل. ماذا يملك حفتر وماذا يملك أبناءه؟
أبناؤه لا يمكن لهم أن يتجولوا في عموم طرابلس، في عموم ليبيا. ولكن ربما تحاول روسيا أن تدعمه عبر السلاح أو الفكر أو الاستراتيجيات من أجل مساعدتها في المنطقة. نعم، وخير مثال حرب طرابلس راهنت على حفتر وراهنت على سيف أنه سيكون الواجهة السياسية والنتيجة صفر، وستكون دائما صفر. أنا قلت لك وقلت لهم حتى هم سبق وأن تحدثنا، يعني جابتنا الصرف مع مسؤولين روس، أنتم تراهنون على جواد خاسر. إذا كان عرضكم إمكانيات وتوسع أفريقيا يجب أن يكون شريككم شريك متوازن، له ثقل، له من الأدوات، سواء كانت الشعبية أو الفكرية أو العسكرية والعلاقات في المنطقة، مش واحد مجهول يعني لما يقول مجهول الهوية السياسية والفكر السياسي. حفتر لا يملك شيء. حفتر شوفوا أنتم غير يعني تصريحات الصحفية وكلامه، يعني ساعات الصفر اللي في طرابلس. ألم تدعم روسيا بشكل قوي وفاغنر تحديدا في أوج يعني قوتها، مش توا بعد ما صارت المحاولة التمرد وكسر الظهر فاغنر، في أوج قمة فاغنر وبقوة السلاح لم يستطع أن يخطو خطوة في طرابلس. تقولي لي تو الآن ممكن يفتح أفاق في أفريقيا؟ هذا كلام عبث. روسيا تريد هذه النماذج. زي ما قلت لك، أنا روسيا أسلوبها هو مجز العسكرة بالسياسة والسياسة بالعسكرة. بالتالي حفتر نموذج مثالي ولن تجد أفضل منه، زي علاقتها مع المتمردين في السودان، زي علاقتها المتمردين العسكر في تو في أفريقيا مؤخرا سواء في ماليا. بس هذا كله لن يؤتى أكله، ما بني على باطل فهو باطل. وهذه مش شعارات، هذه أسس علمية سياسية علمية في التعامل، لا يمكن البناء من غيرها أو باستثنائها. يمكن التعامل مع حفتر كأمر واقع، أنه يفرض سيطرته الفعلية أو المادية على أجزاء من ليبيا، هذا ممكن، ولكن هذا لن يدوم ولا يمكن البناء به أو عليه، لا يمكن. نعم، يبقى معي أستاذ فتح. أستاذ أندرا، يعني بالفعل تفسر لنا كيف يمكن لحفتر أن يساعد روسيا في تحقيق أهدافها في المنطقة؟ يعني حفتر هو الواقع على ساحة الليبية، لديه دور كبير في السياسة الليبية، في صفوف الجيش الليبي. فهنا أنا لا أوافق مع ضيفكم، فلذلك وحتى ليس فقط روسيا التي تدعم حفتر، ليس فقط روسيا الدولة الوحيدة ولديها المشاريع المختلفة مع الجيش الليبي، بل كذلك توجد هناك دول في الشرق الأوسط، دول في إفريقيا التي تدعم حفتر معنويا وسياسيا وحتى عسكريا. فلذلك لدى حفتر دور كبير في ليبيا، ويوجد هناك تعاون بين روسيا وحفتر، وطبعا روسيا كذلك بالتواصل مع الأطراف الليبية الأخرى. ولكن إذا تحدثنا عن تعاون بين الجيشين، الجيش الروسي والجيش الليبي، فهذا الشيء منطقي، وعلى ما يبدو هذا التعاون يستمر خلال سنوات. فهذا تعاون على ما يبدو أثبت بأن حفتر هو شخص يمكن أن تعاون عليه روسيا، وتحديدا وزارة الدفاع الروسي. وما هي المصالح الروسية أستاذ أندري في هذه المرحلة تحديدا في ليبيا؟ أنا أعتقد أن طبعا هناك حاجة لبقاء الدور الروسي في هذه الدولة. يجب أن ستكون هناك مصالح مرتبطة بالطاقة، مصالح بالروسي. لأنه يجب أن أشير أن بعد التغيرات التي حصلت يمكن القول أن الآن روسيا بشكل رسمي هي باتت لاعب في ليبيا. ليس فقط في ليبيا بل بشكل عام في الدول الإفريقية. فالأمر يبدأ من التعاون بين الجيشين، ثم ينتقل إلى المشاريع الاقتصادية المشتركة، إلى دخول الشركات الروسية إلى الدول الإفريقية مختلفة. فلذلك من جديد أقول، توجد هناك أو كانت هناك مشاريع بين الجيشين، التعاون بين الجيشين، فهذا قد يؤدي إلى مشاريع في مجالات الأخرى. فلذلك في المطاف المصالح الاقتصادية الروسية، هذا ما تدفع روسيا لإقامة التعاون مع حفتر. ولكن في نفس الوقت كما ذكرت سابقا، روسيا لا تتخلى عن تواصل مع أطراف الليبية الأخرى. أستاذ فتحي، أي مشاريع باعتقادك يوجد بين حفتر وبين روسيا بعيدا عن التعاون العسكري؟
والله هذا السؤال توجه به لضيفك الكريم، لأن كانت مشاريعك فضفاضة يعني يمكن يفهم منها كل واحد شنو يحب. أي مشاريع يا أستاذي؟ يا أستاذي مشكلة روسيا أن أي مقاربتها زي ما قلت لكم العسكرية ستدخلها في جحيم أفريقي يعني لا فكك منه. والتجربة بدأت في مالي الآن وفي إقليم الزواد، حيث أصبحت قوات فاغنر تتلقى الصفعة تلو الأخرى. المسألة إذا كان مسألة هنا بناء استراتيجي، البناء الاستراتيجي يا ضيفي العزيز لا يبنى على سياسة الأمر الواقع. سياسة الأمر الواقع يستأنس بها ولكن لا يبنى عليها. بمعنى حفتر نعم موجود في الشرق وهو قوي، ولكن قوة مادية ملموسة لا يملك أي صدى. بمعنى انتهاء حفتر في شخصه سينتهي هذا المشروع ويندثر كما انتهى القذافي. إذا كان سياسة الأمر الواقع يمكن أن تبنى عليها استراتيجيات لكان القذافي أولى بهذا. الأمر ليس بهذه البساطة. إذا كانت استراتيجيات بين الدول وبين الشعوب فهذا يبنى على أسس وتوابت علمية وتاريخية وثابتة. أما العابر زي حفتر وأبنائه، يعني أتوقع أن الآن ضيف الكريم أن حفتر لو انتهى أبنائه سيستمرون على نفس المنوال على نفس النعش. هل عندهم أدوات البقاء؟ ثم أبناء القذافي اللي مكنهم منذ صغرة الآن مصيرهم مأساوي ومحزن بين التشرذ والإقامات الجبرية والاعتقالات والسجون في المنفى والضربات عن الطعام يعني ألا يتعد هؤلاء. روسيا لا يهمها هذا الأمر طبعا. روسيا لا ترى الآن أعتقد في ظل أزمتها الخانقة لا ترى إلا مناكفة الغرب، مناكفة الغرب في أفريقيا، مناكفة الغرب في بعض الدول الأوروبية المتاخمة، مناكفة الغرب مع الصين. يعني هذه وحتى زي ما قلت لكم أذات. أما مش تقول لي حفتر عندنا مشاريع. وكيف برأيك سينظر الغرب إلى هذا التعاون في هذه المرحلة أستاذ فتحي؟ لم يبني قربة واحدة. الغرب رغم يتوجس مشكلة طبعا. هو الغرب راه ليس بعيد على المشهد يعني ولا هو بريء منه. يعني هو متورط لأن فرنسا إلى وقت قريب كانت تدعم حفتر وكانت راهنت حفتر وفي حرب على طرابلس أيضا. المسألة راه لا تحصر فقط في أطراف بعينها، هي عقليات العنجهة هناك دول غربية تخطط ومتورطة في ليبيا ولكن من بعد بسياسة رزينة وبنوع من التستر، ولكن هؤلاء يرمون بأوراقهم على العلن فبالتالي لن يصلوا إلى أي شيء ملموس. عبارة عن بروباغندا، عبارة عن كسر عظم صراع. مع الأسف ليبيا دخلت في الآونة الأخيرة بالذات بعد حرب أوكرانيا طرف الصراع الدولي، أصبح ما عاش مشكلة إقليمية فقط أو داخلية بالدرجة الأولى، أصبح الطرف لتسوية حسابات إقليمية. وهذه المشاهد ضمن هذا الإطار لا علاقة بالشعب الليبي ولا بوضعية الشعب الليبي بما يحاك، لا بروسيا ولا بالفاغنر ولا بتدخلات حفتر ولا غيره. الخلاص من هذا نعم، الخلاص من هذا لن يتأتى إلا بإزاحة كل هذه الأفكار المتخلفة في بناء استراتيجيات والمراهنة فقط على مصالح حقيقية وعلمية وعقلانية موضوعية. هذا ما سيؤدي النتائج. نعم ونكتفي بهذا القدر أستاذ فتحي بن خليفة رئيس حزب الليبو، حدثني من أمستردام. شكرا جزيلا لك. ومن موسكو المحلل السياسي الأستاذ أندريا أنتيكوف، شكرا جزيلا لكم.